مستهل العام 2019 يسجل عملية إسكان هامة تشمل 40 ألف وحدة سكنية من مختلف السياق عبر 34 ولاية، خصصت فيها للعاصمة 10700 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل عبر 3 مراحل، مفتاح كشف فرحة من عمق القلوب كانت تنتظر هذه اللحظة. حصل على شعور كما قلت لكم، شعور كبير ما يتصورش. تنشوف هكذا الغاشي ماشي غير انا، وشغل شعور كبير، والعقوبه اللي مازال ان شاء الله. نشكر فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه، والله العظيم راني فرحان بزاف. اليوم الواحد يحس بروحه كانه راه زاد جديد. ها هي مشاريع فخامه رئيس الجمهوريه المجاهد عبد العزيز بوتفليقه تتجسد على أرض الواقع، والوعود تتحقق يوما تلو الآخر، وبفضلها تنعم العائلات الجزائرية بحياة أفضل في جزائر العزة والكرامة. عملية توزيع السكنات ترجمت استمرارية للوتيرة التي عرفها العام 2018، مست ولايات أخرى من الوطن على غرار وهران ب 4500 وحدة سكنية، وعين تيموشنت بأكثر من 2000 خلال هذا الأسبوع في جو سادته فرحة. كنا كاريين الحمد لله، ربي دوك فرج علينا ورانا دينا سكنة، وحنا غبلنا والحمد لله ربي فرج علينا. On est des souscripteurs 2013. On a eu le logement تاعنا في 2019 début 2019. نشكر فخامة رئيس الجمهورية والقطاع السكن بيان سور. On a jamais cru que ندو له لوجمون هذا. وضمن رزنامة العملية الفرحة بالسكن الجديد على موعد مع المستفيدين يوم غد بولاية غيليزان.